المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين الملف. قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا في كييف، هل يبحثون عن سبل لدعم زيلنسكي أم عن حلول لأزماتهم؟ موسكو تقلل من شأن الزيارات الغربية وتحذر من أن توريد الأسلحة سيزيد من تدمير أوكرانيا، هل ينتبه الأوروبيون؟ أي خيارات أمام أوروبا ولماذا اتهمهم زيلنسكي بالتقاعس والتردد؟ وهل نحن أمام انقسامات في القارة العجوز؟ الحرب الأطلسية الروسية في أوكرانيا باتت عبئا على القارة الأوروبية عامة وعلى الأطلسيين خاصة وفق تقاريرهم الإعلامية وتصريحات مسؤوليهم. وهنا السؤال الكبير، هل يزور القادة الأوروبيون كييف لوقف الحرب ودعم أوكرانيا أم بحثا عن سبل التخلص من عبئها ولتخفيف الضغوط الأمريكية؟ قادة ألمانيا المربكة وفرنسا المهووسة بمكانتها وإيطاليا الباحثة عن دور ومعهم الروماني يصلون إلى كييف في زيارة وصفت بالمتأخرة وكأنها للتخلص من عباء الحرب ورفع العتب. وعود بدخول الاتحاد الأوروبي البعيد المنال حاليا وبدعم عسكري جاءت استكمالا لإعلان وزراء دفاع الناتو بقيادة أمريكا في بروكسل، وبقيت السياسة في الكواليس. قلل الروس من شأن الزيارات الغربية وحذروا من أن توريد الأسلحة سيزيد من تدمير أوكرانيا، فيما العملية العسكرية تتقدم في دونباس. فهل يتحمل الغربيون لعبة استنزاف اقتصادي تسليحي أدخلهم فيها بوتين وأرادوها له عسكرية لتدمير اقتصاده؟ هل ترغم التباينات القادة الأوروبيين على البحث عن خيارات تخفف ضغوط الأجندة الأمريكية فيما تجد روسيا أسواق لنفطها وغازها في الشرق وتحظى بدعم صيني؟ مشاهدينا، وفق ذلك أبدأ قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا مساندتهم لأوكرانيا وأكدوا دعمه ترشيحها للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. في المقابل أكدت كييف أنها تتوقع الحصول على أنظمة دفاعية صاروخية ومدفعية حديثة. فما هي أبرز التصريحات والمواقف؟ نتابع. أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي فرنسا، ألمانيا وإيطاليا، حتى قادتها في كييف بزيارة غير مسبوقة. القادة الأوروبيون الثلاثة الذين وصلوا بالقطار في رحلة استغرقت نحو 10 ساعات وانطلقت من جنوب شرق بولندا، أكدوا بعد لقائهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحضور الرئيس الروماني كلاوس يوهانس أنهم جاءوا لبعث رسالة وحدة أوروبية ودعم لكييف. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصف إعلام بلاده زيارته بالمتأخرة تعهد بإرسال مزيد من الأسلحة إلى كييف مؤكدا دعمه منحها صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. فرنسا منذ اليوم الأول التزمت بتعهداتها، وفي كل مرة تعهدت بأمر لأوكرانيا تحول هذا الالتزام إلى قرار ومن ثم إلى تنفيذ سريع، لأننا نعلم إنكم بحاجة للمعدات بأسرع وقت ممكن. المستشار الألماني أولاف شولتز الذي واجه انتقادات بسبب عدم تسليم أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا أكد أنه سيسعى إلى موقف موحد في المجلس الأوروبي بشأن عضوية كييف. أنا وزملائي زرنا كييف اليوم لنؤكد أن أوكرانيا تنتمي إلى الأسر الأوروبية، وهذا ما ستناقشه دول الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة. نعلم أن هذا يحتاج موافقة دول الاتحاد الأوروبي 27. في المجلس الأوروبي سأسعى إلى موقف موحد. أما أبرز ما شدد عليه الرئيس الأوكراني فهو حاجة بلاده إلى مزيد من الأسلحة في أسرع وقت. كل يوم تأخير أو تأجيل في القرارات هو فرصة للجيش الروسي لقتل الأوكرانيين أو تدمير مدننا. هناك علاقة مباشرة، كلما تلقينا أسلحة قوية أكثر أسرعنا بتحرير شعبنا وأرضنا. وسواء نجحت هذه الزيارة في إيصال رسالة دعم تحتاجها أوكرانيا أم لا، فإنها قد تشكل جائزة طردية لكييف في حال إخفاقها في الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية ناصر جبارة.
ومعنا مباشرة أيضا من موسكو الباحث في شؤون الشرق الأوسط أندريا أنتيكوف، على أن ينضم إلينا من باريس الدكتور أنطوان شاربونتيه الباحث في الشؤون الفرنسية والإقليمية. أستاذ ناصر إجبار، أسعد الله مساءك. ما قدم لأوكرانيا خلال هذه الزيارة من وعود حتى هذه اللحظة، هل تعتقد بأن فيها جانب عملي يمكن أن يعتمد عليه زيلنسكي أو تعتمد عليه أوكرانيا، أم ما جرى من تصريحات ومواقف هي مجرد وعود؟ مساء الخير. زيارة رفع العتب للزعماء الأوروبيين الثلاثة اليوم إلى كييف جاءت بهدفين، الأول سياسي يتمثل في الاستجابة للطلبات الأوكرانية الطموحة والمتكررة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والثاني الطلبات فولودمير زيلينسكي أسلحة ثقيلة ومتطورة. في الجانب الأول، الجانب السياسي، أعتقد أن الأوروبيين علما أنهم ذهبوا إلى كييف الثلاثة بمواقف مختلفة، تم التعهد من طرف هؤلاء الزعماء بفتح الباب أمام الترشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن نعرف أن رئيسة المفوضية الأوروبية غدا ستعلن أيضا موقف المفوضية من هذا الموضوع، والدور يأتي على المجلس الأسبوع المقبل. من هذه الناحية أعتقد أن هناك إنجاز يمكن وصفه للجانب الأوكراني. رأيي أذكره في هذا الإنجاز لاحقا، ولكن أريد الانتقال إلى النقطة الثانية وهي النقطة العسكرية. ما جاء على لسان الألماني والفرنسي تحديدا هو أنه مثلا الفرنسي وعد بستة مدافع يتم بهذه المدافع استهداف نقاط العدو، والمقصود هنا طبعا الروس خلف الخطوط، والألماني قال أنه سيتم مد الجيش الأوكراني، نحن نقدم مساعدات كبيرة للأوكرانيين وسنواصل مد الجيش الأوكراني بأسلحة تستطيع من خلالها استهداف أيضا إطلاق الذخائر عن بعد. في رأيي في النقطة الثانية أعتقد أنه لا تغيير على الموقف الأوروبي من هذه الناحية، وأنا أتحدث هنا عن برلين وأقول أن الألمان ليسوا متحمسين، الألمان لا يريدون إرسال أسلحة متطورة ودقيقة وثقيلة إلى الأوكرانيين، وهم ليس لا يتلكؤون فقط، وإنما أنا أعتقد أن رئيس الحكومة الألمانية أولاف شولز يلعب على الوقت. رأيي في النقطة الأولى وهي الموضوع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال إلى الاتحاد الأوروبي. أنا أعتقد أن هذه الموافقة في الإطار الثنائي الألماني الفرنسي، ولكن الإيطاليون دائما كانوا متحمسين أكثر من الألمان والفرنسيين. لكن أستاذ ناصر، وهنا أنتقل لموسكو للسيد أندريا أنتيكوف. مساء الخير سيد أنتيكوف. القادة الأوروبيون اعتبروا بأنهم وجهوا رسالة موحدة مفادها دعم أوكرانيا في وجه روسيا، كيف تنظر موسكو إلى هذه الزيارة بتقديرك؟ بصراحة لا توجد شيء جديد في مثل هذه الرسائل من قبل قادة الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي تدعم أوكرانيا. في نفس الوقت كان هناك تصريح ملفت لي مستشار لوزير الداخلية الأوكراني، هو قال بأن هذه الزيارة تهدف لفرض نوع من الصفقة على أوكرانيا، أي ترشح لعضوية في الاتحاد الأوروبي مقابل استئناف المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا، أي يجب على الطرف الأوكراني أن يجلس من جديد على طاولة الحوار مع روسيا. هذا شيء مهم جدا في ضوء أن أوكرانيا سابقا انسحبت من المفاوضات مع الجانب الروسي، المفاوضات التي جرت قبل هذا الانسحاب لم تؤدي إلى شيء ما في بخصوص حل الأزمة الأوكرانية، ولكن نحن بطبيعة الحال يجب أن نتوقع ربما الرد الأوكراني على هذه المقترحات لدول الأوروبية، ولكن أنا أخشى بأن في نهاية المطاف أن أوكرانيا تستمع ليس إلى برلين، ليس إلى باريس، بل تنظر قبل كل شيء إلى واشنطن وتتماسك بالموقف الأمريكي. طيب سيد أنتيكوف، من وجهة نظرك سيد أنتيكوف، ما قاله القادة الأوروبيون وصرحوا به خلال هذه الزيارة مختلف عما
قدموه من نصائح لزيلنسكي في كييف، هل تعتقد أن ما سمعناه هو للإعلام أو لإعلان مواقف، بينما بالجانب العملي والعميق في البحث كان هناك تطرق القادة إلى حلول عملية لما يجري في شرق أوروبا؟ أنا أعتقد أن قادة الدول الأوروبية محتاجين إلى نوع من الحل للأزمة الأوكرانية، بسبب أن واضح تماما أن الدول الأوروبية تتعرض للضغوطات الاقتصادية قوية نتيجة هذه الأزمة. ليس سرا أن العقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية على روسيا تنعكس سلبيا على الاقتصاد الدول الأوروبية نفسها. هناك أيضا أسعار للغاز مرتفعة، هناك أسعار المرتفعة للكهرباء للبنزين وإلى ما هنالك، يعني هناك مشاكل في الصناعة، إضافة إلى ذلك هناك اللاجئين الأوكرانيين موجودين في الدول الأوروبية. وأنا أعتقد أن ألمانيا وفرنسا تريدان بشكل أو بآخر إيقاف ما يحصل في أوكرانيا، ليس فقط إيقاف العملية العسكرية الروسية، بل إيقاف هذه العملية عن طريق ربما تسليم بعض الأراضي إلى الجانب الروسي. ونحن سمعنا في السابق بعض التصريحات من قبل مسؤولين في أوروبا وخارج أوروبا بهذا الخصوص. ولكن من جديد أقول، هناك الصوت الأعلى هي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا أيضا فرضت العقوبات على روسيا، ولكن تلك العقوبات لا تضرر الاقتصاد الأمريكي بشكل ما تضرر هذه العقوبات الاقتصاد الأوروبي. فلذلك أمريكا مصرة على استمرار القتال بين أوكرانيا وروسيا. هذه هي المشكلة الحقيقية، بسبب أن في نهاية المطاف أمريكا مستفيدة من هذه العمليات القتالية، بسبب أن هذه العمليات القتالية تؤدي إلى مزيد من الخسائر البشرية لدى كلا الطرفين ومزيد من الأضرار لبنية تحتية في أوكرانيا. هنا اسمح لي أسأل أستاذ ناصر حول موقف شولتز تحديدا. تحدثت سيد ناصر عن موقف شولتز، أولاف شولتز تعرض لانتقادات كثيرة بعدم تسليمه أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا، لكنه اللافت أنه خلال زيارته مع المجموعة الأوروبية إلى كييف يقول بأن علينا أن نضمن استمرار وأن نصل لموقف موحد نتأكد فيه من استمرار المساعدات المالية والاقتصادية والإنسانية وأيضا ما يتعلق بالسلاح. يعني هو أيضا يتحدث عن موافقة ألمانيا ودعمها لنقل السلاح إلى أوكرانيا. هل تعتقد بأن شولتز يستطيع أو قرر التخلي عن مواقفه السابقة وتغليفها بالإطار الأوروبي الجامع؟ لم ألمس اليوم من خلال تصريحات أولاف شولتز في المؤتمر الصحفي بأن هناك تغييرات جذرية على الموقف الألماني. أولاف شولتز اشتراكي ديمقراطي ويهمه أيضا موقف حزبه مما يحدث في الحرب الأوكرانية، وأنه الاشتراكيين الديمقراطيون يحسبون في ألمانيا على ما يعرف هنا بالمتفهمين لروسيا. هذه من الناحية الأولى. من الناحية الثانية، أعتقد أن أولاف شولتز بدأ اليوم هذه التصريحات بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية والمالية، وبالفعل ألمانيا تقدم مساعدات كبيرة على هذا الصعيد. نحن نعرف أن معظم اللاجئين الأوكرانيين يقصدون وسط أوروبا حيث العمل، وهذا حقهم، ولكن أيضا مساعدات إنسانية، وهو أنه ذكر المساعدات العسكرية في المرتبة الثالثة. هذا يعني أن ألمانيا تولي قبل كل شيء للجانبين الإنساني والمالي أهمية قصوى. بالنسبة للجانب العسكري كما قلنا، وأعود هنا، أنا أعتقد أن رئيس الحكومة الألمانية يلعب على الوقت، ليس متحمسا لإرسال السلاح. الفرق كبير بين أن يعلن يجهر بذلك سواء في اجتماعات أو في مؤتمرات صحفية مثل اليوم واتخاذ قرارات في البرلمان الألماني بتقديم أسلحة، وهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى التطبيق. أنا لغاية الآن لم تصل قطعة سلاح ألمانية ثقيلة واحدة إلى أوكرانيا. ما وصل إلى أوكرانيا من سلاح ألماني هي أسلحة خفيفة، ولهذا قلت أن ألمانيا تتلكى. أعتقد أن الألمان
يريدون أن تنتهي هذه المعركة في أسرع وقت ممكن. قبل أثناء التحضيرات لهذه الزيارة إلى كييف اليوم ظهرت بعض تسريبات من البلطيق، من وارسو، ولكن أيضا من كييف، أن الزعماء الثلاثة سيضغطون على زيلينسكي بقبول الوضع الراهن هنا، وعلى الأقل الانتظار حتى الصيف، حتى يتمكن الروس من حسم المعركة في منطقة الدونباس والبدء بالتفاوض. أهم شيء بالنسبة للألمان حسم هذه، وقف هذه المعركة. أي وهنا يتهم رئيس الحكومة الألمانية بأنه لا يريد تقديم الأسلحة. يعني أستاذ ناصر، يريد أن تنتهي هذه المعركة في أسرع وقت. أستاذ ناصر، يعني الصورة الموحدة التي ظهرت عليها أوروبا والقادة الأوروبيون، المجموعة القادة الأوروبيين الذين ذهبوا إلى كييف، ليست صورة حقيقية، ليس كذلك؟ لا أتفق مع من يحاول هنا في وسط أوروبا في الرأي العام أن يروج، لأن هناك كثير من المفاهيم المغلوطة في الرأي العام في الصحافة الناطقة بالألمانية. أحد هذه المفاهيم أن هذه الحرب وحدت الاتحاد الأوروبي والناتو بشكل لا مثيل له في العقود الماضية. هذا مفهوم مغلوط، الأوروبيون ليسوا موحدين على هذه القضية. لنأخذ قضية انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، حتى اليوم قبل إعلان الرؤساء الثلاثة تأييدهم للانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، لا، كان عند فرنسا موقف مختلف عن موقف ألمانيا، والموقف الألماني كان يختلف عن الموقف الإيطالي. نحن رأينا موضوع العقوبات والحظر على النفط الروسي، كيف لم تتمكن الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بخصوص الحزمة السادسة من العقوبات. أنا لا أعتقد أن الأوروبيين والناتو موحدون في هذه القضية. طيب سيد أندري أنتشيكوف، التقليل من ما جرى الآن. انضم إلينا الدكتور أنطوان شاربونتيه، الباحث في الشؤون الفرنسية والإقليمية. سعد الله مساءك دكتور أنطوان، لكن حياك الله. سأعود إلى السيد أندري بسؤال وثم نتوجه إليك دكتور أنطوان لأنه تأخرت علينا قليلا. سيد أنتشيكوف، التقليل من نتائج هذه الزيارة أو مما يقوله القادة الأوروبيين، بالمقابل ما يعلن عنه زيلينسكي يبدو مهما من وجهة النظر الأوكرانية لهذه الزيارة. يقول بأن أوكرانيا بدفاعها عن القيم الأوروبية في وجه ما سماه العدوان الروسي حصلت على حق الانضمام إلى الكتلة الأوروبية التي رفض الاتحاد الأوروبي رفضا مطلقا حتى النقاش فيها ما قبل الحرب الروسية على أوكرانيا. هو يعتبر بأن هذا يعتبر تحول بالنسبة لوضع أوكرانيا في أوروبا. أنا أعتقد أن الشيطان هو في التفاصيل، ونحن نتحدث ليس عن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، بل عن تقديم لأوكرانيا يعني منصب المرشح لعضوية في الاتحاد الأوروبي، هو شيء مختلف تماما. فلذلك على الأقل في هذه المرحلة يجب أن نتحدث عن نوع من الجزر أمام أوكرانيا، أمام رئيس زيلينسكي. ومن جديد أقول حتى المسؤولون في أوكرانيا يقولون ذلك، بأن هذا الجزر هو مقابل جلوس أوكرانيا على طاولة الحوار مع روسيا، استئناف المفاوضات. بسبب أن برأيي الشخصي قادة الدول الأوروبية، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يدركون تماما أن يعني المرحلة أو الوضع قد تجاوزت كل خطوط الحمراء بالنسبة لاقتصاد تلك الدول. ليس سرا أن هناك ضغوطات اقتصادية قوية، وربما ما أهم بكثير ليس هو ما نسمعه في تصريحات المعلنة في مؤتمرات صحفية، بل ما أهم بكثير ما يحصل من وراء أبواب المغلقة. وبرأيي الشخصي هناك محاولات لإقناع زيلينسكي لجلوس على طاولة الحوار مع روسيا، وربما لتقديم بعض التنازلات. للأسف الشديد نحن نعلم أن أوكرانيا انسحبت من هذه المفاوضات، وتشترط استئناف هذه المفاوضات بانسحاب القوات الروسية لخاتمة قبل 24 فبراير. هذا شرط غير المقبول بالنسبة لروسيا، فلذلك على ما يبدو العمليات القتالية ستستمر على الأقل حتى تغيير الموقف الأمريكي من مما يحصل في أوكرانيا. دكتور أنطوان شاربونتيه في باريس، حياك الله. وصفت هذه الزيارة وهذه القمة التي عقدت في كييف بأنها متأخرة، كما وصف الإعلام الفرنسي، رفع عتب، زيارة رفع العتب. الروس
وصفوها بأنها بلا فائدة أو لم تأتي بجديد وقللوا من أهميتها. كيف تصفها دكتور أنطوان؟ أي هذه الأوصاف قد نعتبرها أقرب لواقع نتائج هذه الزيارة؟ يعني الوصف الأقرب لهذه الزيارة أن ليس لها نفع، يعني فهي زيارة يعني للضخ الإعلامي وللظهور يعني في أوكرانيا وأعطاء يعني نمط معين أو صورة معينة على أن أوروبا تلعب دور يعني في أوكرانيا. واليوم نعرف أن أوروبا هي يعني الحلقة الأضعف في هذه المعركة ما بين روسيا وحلف الناتو، وهي تعي هذا الشيء يعني. واليوم يريدون يعني بعض القادة في أوروبا وهم غير متوحدين على رأي واحد يعني، واليوم القادة الذي كانوا في كييف لا يمثلون أوروبا بكاملها ولا الاتحاد الأوروبي بكامله، ولو كان هناك فرنسا وألمانيا العضوين الأساسيين في الاتحاد الأوروبي. يعني اليوم ألمانيا وفرنسا، حضور ألمانيا وفرنسا ألا يعطي لهذه القمة أو لهذه الزيارة صلاحية إعطاء وعد لكييف بالانضمام للاتحاد الأوروبي؟ لا أعتقد، يعني يجب على أعضاء الاتحاد الأوروبي أن يوافقوا، ويجب أن نعلم أن يعني فرنسا بعض الشيء جرت ألمانيا في هذه المتاهات يعني. واليوم ألمانيا التي هي الأقوى اقتصاديا يعني اليوم في الاتحاد الأوروبي ترى نفسها مجبرة بعض الشيء المناورة والإعلان على أشياء لا يعني ليست هي نفسها ما يجري في الكواليس. يعني اليوم ما يصرحون به الألمان أو حتى الفرنسيون ليس هو مشابه لما يحصل في الكواليس، واليوم هم يعرفون هذا الشيء يعني. ومن هنا تأتي هذه السيارة إلى كييف، ولو لم يكن هناك نتيجة يعني لهذا، وترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس نفس الشيء يعني. واليوم هذه المناورات لجبر كييف الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن لا يريدون وهم يصرحون غير ذلك يعني. اليوم القادة في أوروبا يصرحون عكس ما يجري في الكواليس وما يجري تحت الطاولة، وهذا شيء خطير يعني على أوروبا، لأن أوروبا هي التي تعاني أكثر في هذه المعركة ما بين روسيا والناتو، وخصوصا أن أمريكا هي تعلن الحرب على روسيا بالوكالة وتحارب بالأوروبيين ضد روسيا. طيب أنت ذكرت دكتور أنطوان، أيضا أعتقد أستاذ ناصر ذكر موضوع التباين في وجهات النظر داخل أوروبا، وأنه إظهار صورة أوروبا موحدة هي في الحقيقة هي ليست الحقيقة، إنما هناك اختلافات. مشاهدينا، في ضوء تطورات المواجهة الأطلسية الروسية تعيش دول القارة الأوروبية على وقع غياب وجهة واضحة حسب كثير من المراقبين، سواء سياسية أم اقتصادية تجاه الأزمة، أزمة خلفت تباينات واضحة بين دول أوروبية خياراتها مرة، خيارات دفعت الرئيس الأوكراني إلى التحذير من السعي لإيجاد توازن بين أوكرانيا والعلاقة مع روسيا. هذا تقرير لمحمد درويش. في مشهد غير مسبوق يتغلغل التأزم إلى عمق القارة الأوروبية، حسابات سياسية واقتصادية متعثرة وجبل من الاستحقاقات المصيرية بدأ يضرب العصب الأوروبي الحساس، انطلاقا من الأزمة الدولية في أوكرانيا التي وصلها قادة أوروبيون محاولين استعراضيا تجميل قطعة القماش الأوروبية التي باتت كثيرة الثقوب. يحاول الأوروبيون بدعم أمريكي هندسة المخططات الغربية في وجه روسيا من بوابة أوكرانيا، فتفرض العقوبات على موسكو في كل الاتجاهات، عقوبات تسببت بتسرب الخلافات الأوروبية إلى العلن، مبرزة مواقف متباينة من تأثيرات قد تدمر الاقتصاد الأوروبي. تلجأ أوروبا تالياً إلى التشدد، فتفتح خط الإمداد العسكري باتجاه المستودعات الأوكرانية، تشدد قابلته دعوات أوروبية للتهدئة والحوار أطلقها الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني، وضع لم يرق للرئيس الأوكراني الذي حذر القادة الأوروبيين من السعي لإيجاد توازن بين أوكرانيا والعلاقة مع روسيا، منتقدا المماطلة الأوروبية في مد بلاده بالأسلحة التي تحتاجها بالفعل،
تطور دفع بولندا لانتقاد برلين لعدم تسليمها أسلحة للحلول مكان معدات سلمتها إلى كييف. أوروبا التي تحاول اجتياز جدار الأزمة مع روسيا بمواقف متقلبة ومترددة تصطدم بعقبات داخلية أبرزها تأزم الوضع الاقتصادي الذي يحاول متعثراً استعادة قوته بعيداً عن الغاز الروسي، فيما باتت الشعبية المتدنية تدق أبواب الأحزاب الأوروبية الحاكمة وخصوصاً ألمانيا. وفي ظل السعي الغربي لتكثيف الجهود لمساعدة أوكرانيا، خصوصاً مع التقدم الروسي في شرق البلاد، تغرق أوروبا في بحر الخيارات المرة بين استمرار الدعم لأوكرانيا الذي يكبد اقتصاداتها خسائر كبيرة، وبين وقف الدعم وانتصار روسيا في أوكرانيا، صورة تكشف مجدداً تعثر الحسابات الأوروبية أمام المخططات الروسية، في ظل تقارير كشفت أن فرنسا تحولت إلى أكبر مستورد للغاز الروسي منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا. أستاذ ناصر جبار، هل توافق على أن السياسة الأوروبية التي بدت أو أعلن عنها بأنها متماسكة وداعمة لموقف كييف منذ اللحظة الأولى من الحرب بأنها بدأت تتآكل هذه السياسة وبدأت ترتبك، هل فعلا بعد مضي كل هذا الوقت من الحرب نحن أمام حالة من التعثر أو حالة من الواقعية أكثر في التعاطي مع روسيا؟ أعتقد أن الأوروبيين منذ البداية كانوا يعرفون نتائج هذه الحرب، ولكن عندما وصلت الأمور الآن إلى مسألة حيوية جدا وهي مسألة التضخم، عندما بدأ المواطن الأوروبي بالفعل كما يقال يقلب الأموال في إيده مرتين قبل أن يفكر في شراء الأشياء مرتين، هناك غلاء كبير في الأسعار، هناك خوف كبير من ارتفاع أسعار تحديدا أسعار الطاقة والمواد الغذائية، ولكن قبل كل شيء هناك خوف كبير من انهيار التماسك الاجتماعي في دولة لنقل في وسط أوروبا مثل ألمانيا، الطبقة الوسطى تحمل هذا البلد. إذن هناك أعتقد أن الأوروبيين بدأوا كانوا يعتقدون أو ربما في الخفاء كانوا يتمنون أن تنتهي هذا الحرب في أسرع وقت ممكن، والتوقعات كانت تشير إلى ذلك في البداية أن روسيا تحتاج إلى بضعة أسابيع من أجل أن تحسم هذه الحرب وينتهي الموضوع، ولكن الآن الموضوع يطول، المسألة تتعلق الآن بمواد الطاقة، المسألة تتعلق بغلاء الأسعار، ولهذا أنا لكن هناك أيضا جانب تاريخي، هناك أن الموضوع ده تعلق تحديدا الموضوع بالحرب العالمية الثانية والمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها ألمانيا النازية تجاه روسيا وما إلى ذلك. أعتقد أن الأوروبيين وصلوا إلى مرحلة التسليم بضرورة أن تنتهي الحرب عند هذا الحد، بضرورة أن يقبل الأوكرانيون بسيطرة روسيا على كل شيء شرق نهر دنيبر، نبدأ بننهي هذه الحرب ونبدأ بالتفاوض. أعتقد أن أوروبا وصلت هذه حول التفاوض. هنا أريد أن أسأل السيد أنتكوف، لأنه ما سمعناه من العاصمة الروسية موسكو بأن المفاوضات توقفت أو متوقفة تماما، وأن السبب التوقف هو عدم رد حكومة كييف على مقترحات روسية حالية. بماذا تفسرون سيد أندري أنتيكوف توقف هذه المفاوضات، وبماذا تفسرون بأن أوكرانيا الحكومة الأوكرانية هي من أوقفت التفاوض حسب رأي موسكو، حسب ما تقول موسكو، ما هو التفسير لوقف المفاوضات في الوقت الذي يتم الحديث فيه عن ضرورة الوصول إلى حل؟ برأيي الشخصي السلطات في كييف هي غير سيادية، وأنا ذكرت هذه المسألة سابقا، الأمور تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا محتمة باستمرار الاقتتال بين الجيش الروسي والجيش الأوكراني بسبب أن هذا يؤدي إلى فرط إلى خسائر البشرية، مزيد من الخسائر البشرية، إلى أضرار لبنية تحتية وإلى ما هنالك. أي هو في مصلحة أمريكا استمرار القتال يهدف يساهم في إضعاف روسيا عسكريا واقتصاديا، هذا الشيء واضح تماما، فلذلك هذا هو سبب لما انسحبت أوكرانيا من المفاوضات.
برأيي شخصي هو شيء واضح تماما. كان آخر يعني آخر جولات التفاوض في أبريل نيسان الماضي، لكن كان لافت بأن المفاوضات توقفت بعد اجتماع عقد بين الوفد الأمريكي مع السلطات الأوكرانية. قرار وقف المفاوضات بهذا المعنى يمكن أن نقول بأنه قرار أمريكي؟ صحيح، هذا ما أقصده. يعني في نهاية المطاف نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدد السياسة الأوكرانية. يعني نعم هناك رئيس زيلينسكي، ولكن من وراء رئيس زيلينسكي هناك رجال استخبارات من CIA من مختلف. لماذا سيد أونتسيكوف أمريكا توقف التفاوض؟ تريد يعني الهدف هو استمرار الحرب واستنزاف روسيا؟ صحيح، هذا ما أقصده. يعني استمرار العملية القتالية هو في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية على كل حال، وحتى استمرار العمليات القتالية يسمح للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أوروبا حتى خادعة للقرار الأمريكي. لا تستطيع أوروبا أن تتصرف بشكل سيادي. سيدي، واضح تماما أن ما يحصل في السياسة الأوروبية تجاه أوكرانيا تجاه روسيا هو شيء غريب جدا. أوروبا تتصرف ليس وفقا لمصالحها، تضحي بمصالح الاقتصادية. فالشرح ربما وحيد بأن السياسة الأمريكية أو الضغوطات الأمريكية على أوروبا على أوكرانيا هو شيء الذي يجبر كل من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لاستمرار هذه الضغوطات على روسيا اقتصاديا وعسكريا. فلذلك يعني من جهة أخرى أنا ذكرت سابقا بأن قادة الدول الأوروبية على ما يبدو أصبحوا يدركون بأن هناك أخطار كبيرة بالنسبة لاقتصاد الدول الأوروبية، ويحاولون بشكل أو بآخر لإقناع رئيس زيلينسكي للجلوس على طاولة الحوار، ولكن أنا أشك بأن هذا شيء يمكن أن ينجح. هذا ممكن أن ينجح. دكتور أنطوان، دكتور أنطوان في باريس، إذا كانت الحرب أمريكية في الأساس أو جوهرها هو الرغبة الأمريكية أو السياسات الأمريكية الراغبة في تحجيم روسيا، وقالوا الأمريكان سندمر الاقتصاد الروسي، والروس يقولون أيضا بأن ما يقام أو ما ينفذ ضدنا من إجراءات لم تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية حتى في أيام الحرب الباردة. دكتور أنطوان، السؤال إلى أي مدى يمكن أن يذهب الأوروبيون خلف الإدارة الأمريكية في عملية استنزاف روسيا، والمدى الزمني كذلك للحرب في أوكرانيا؟ يعني السؤال الجوهري هو هل أمريكا تستنزف فعليا روسيا في هذه الحرب أو تستنزف أوروبا؟ أنا أعتقد أن جزء كبير من هذه الحرب هو ضد أوروبا، وهو رأس ألمانيا المطلوب في هذه الحرب، خصوصا أن ألمانيا تستورد 60% من الطاقة من روسيا، وهي في علاقة جيدة كانت قبل الحرب الأوكرانية. ولا ننسى النورد ستريت 2 يعني 2 الذي ينطلق من روسيا وينتهي في ألمانيا. وأعتقد أن اليوم هذه الحرب هي بشكل خاص يعني وبشكل كبير هي ضد أوروبا، وهي استنزاف لأوروبا قبل أن تكون استنزاف لروسيا. من هذا المنطلق، أوروبا اليوم الاتحاد الأوروبي كاتحاد أوروبي فاقد بعض الشيء للسيادة يعني. لكن هل تعتقد دكتور أنطوان بأنهم يراهنون على الوقت؟ أتحدث هنا عن الأمريكيين كذلك الأوروبيين، بحثا عن بدائل الاعتماد على الخام الروسي، الاعتماد على مصادر الغذاء من أوكرانيا أو من روسيا أو من غيرها. يعني مع الوقت قد تجد أوروبا حلولا لهذه المشكلات. أصلا الولايات المتحدة تضغط من أجل زيادة الخام ونقل غاز إلى أوروبا، وغاز البحر المتوسط الآن تعرف الملف ساخن جدا، وكله سيجير إلى أوروبا. يعني مع الزمن تعتقد بأن الأوروبيين سيتخلصون من المشكلات التي تواجههم خاصة في الشق الاقتصادي المتعلق بالحرب؟
لا أعتقد، يعني اليوم ما نسمعه من بعض سياسيين أوروبيين يعني وهم نواب أو قادة في الاتحاد الأوروبي، هم لهم نظرية يعني اليوم ورائي آخر من الذي نراه اليوم من زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف وما يقولونه وما يعلنون عنه في الأعلام. اليوم البدائل ليست كثيرة والحلول ليست كثيرة. اليوم يجب على كييف، يجب على الأوروبيين الضغط على كييف لكي تعود إلى المفاوضات مع روسيا. هذا الحل الوحيد الذي هو أمام أوروبا، وهذا هو شق يعني من هذه يعني فقرة من هذه الزيارة التي قاموا فيها القادة الأوروبيين إلى كييف. لكن المشكلة أن اليوم الاتحاد الأوروبي الذي هو فاقد للسيادة هو خاضع للقرار الأمريكي ولا يستطيع الخروج بالوقت الحالي عن الإرادة الأمريكية. من هذا المنطلق هم ماضون يعني بعض الشيء في هذا الخيار، لأن ليس لهم أي حلول أخرى ولا يستطيعون الخروج عن الإرادة الأمريكية. دكتور أنطوان وضيوفي مشاهدينا، سأتوقف مع فاصل قصير، بعده نكمل في المساء، يبقوا معنا. مجددا حياكم الله. رسائل موسكو إلى قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا قضت بضرورة عدم التركيز على إرسال الأسلحة لأوكرانيا حتى لا تطول معاناة الناس هناك. الكريملين دعا القادة الأوروبيين إلى استخدام اتصالهم هذا لتشجيع الرئيس الأوكراني على إمعان النظر في الوضع. متحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن دعم أوكرانيا بالأسلحة غير مجدٍ وسيؤدي إلى مزيد من الضرر بأوكرانيا. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف يقول أو اعتبر أن زيارة القادة الغربيين الثلاثة لأوكرانيا غير مجدية، ورأى أن السياسيين الأوروبيين يحبون زيارة كييف لكن الفائدة منها صفر. وقال ميدفيديف إن وعودهم لكييف بضمها إلى الاتحاد الأوروبي وبإمدادها بمزيد من السلاح لا يقربها قيد أمولة من السلام، بينما عقارب الساعة تتحرك. مباشرة أستاذ ناصر أتحول إلى برلين. أستاذ ناصر، في اجتماع الناتو في بروكسل المنعقد حاليا، وفي هناك أيضا القمة التي سوف تعقد في مدريد، على رأس هذه القمة أو أجندتها تعزيز الردع شرق أوروبا بغض النظر عن حرب أوكرانيا أو إرسال السلاح أو عدمه، هناك قرار أطلسي بأن تكون الحدود الشرقية حدود مواجهة وردع في وجه موسكو. هذا تحدده نتائج حرب أوكرانيا أم أنه مقرر بغض النظر عما يجري هناك؟ هذا القرار اتخذ قبل حرب أوكرانيا، ولكن الحرب في أوكرانيا مستمرة منذ عام 2014. الأطلسيون يعرفون ذلك وأعتقد أنهم كانوا يحضرون لذلك، ولكن بدء هذه المعركة في أوكرانيا حفز الأطلسيين على أن يشدوا الخاصرة الشمالية الشرقية للحلف في دول بحر البلطيق، ولكن أيضا هناك تعزيزات في رومانيا الخاصرة الجنوبية الشرقية. أعتقد أن الآن التسلح هو العنوان الأبرز للسياسة هنا في أوروبا. لا ننسى ما أعلن هنا في ألمانيا عن مبلغ كبير سيتم استثماره في مجال التسلح، ولكن الألمان سيطلعون بدور كبير جدا في دول بحر البلقان، وتحديدا في هناك نموذج ألماني تم تقديمه من أجل أن يطلعوا بدور قيادي في القوات الأطلسية المنتشرة هناك. نعم، هناك تحضيرات أطلسية سائرة منذ فترة طويلة منذ عام 2014، ولكن الحرب في الأوكرانية عززت هذا التوجه وعززت رغبات الصقور في هذه الحرب، ولكن أيضا رغبات الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هنا فقط أريد أن أضيف على ما قاله ضيفك في باريس، أنا لا أعتقد أن زيلينسكي يقدح من رأسه، أنا لا أعتقد أن زيلينسكي القرارات في كييف تتخذ من قبل الرئيس الأوكراني. هناك سيد كمال، هنا يوجد سياسي ألماني مخضرم كلاوس فون دوناني نشر مؤخرا كتابا مهما جدا، أنا أعتقد كل شخص مهتم بالسياسة الدولية يجب أن يقرأ هذا الكتاب. الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب تقوم على الأمريكيين
يعتبرون الاتحاد الأوروبي ليس أكثر من منطقة إنزال، رأس جسر، مصطلح عسكري معروف. هم ليسوا مهتمين بأمن الاتحاد الأوروبي. ما يهم الأمريكيين هو أن يكون الاتحاد الأوروبي منطقة يستطيعون من خلاله أن يركزوا قواتهم من أجل مواصلة حربهم. يعني هم أستاذ ناصر، يعني مع تقديرنا للكتاب، هم يتعاملون مع أغلب بلدان العالم بهذه الطريقة الأمريكيين، وهذا بشكل موضوعي. يعني الآن موضوع نشر منظومات رادار إسرائيلية بدعم أمريكي وبإعداد قانون أو تشريع له في الكونغرس على أراضي عربية، يعني كأنذار مبكر للأمن الإسرائيلي. هذا ماذا يسمى سوى أنه تدمير وتعريض هذه الدول للخطر من دون أي فائدة، ولا حتى إعطاء هذه الدول التكنولوجيا، هذه الرادارات أو الأسلحة المتطورة؟ مأساة. علاقة بين الدول العربية والولايات المتحدة تختلف عن العلاقة بين الأوروبيين والأمريكيين. الأوروبيون حلفاء الولايات المتحدة، وهذا الحليف، لننظر ماذا حصل في أفغانستان في منتصف أغسطس الماضي. هذا الحليف الأمريكي سحب قواته من أفغانستان دون إعلام الحليف، دون إعلام الأوروبيين في غضون 48 ساعة. العلاقة مع الأمريكيين بين الأمريكيين والأوروبيين تختلف عن العلاقة بين الأمريكيين والعرب. هذا هو قصدي. نعم. سيد أنتيكوف، الأمين العام لحلف ناتو اليوم يقول، يان ستولتنبرغ يقول بأنه سنزيد الانفاق الدفاعي، أنه حلف شمال الأطلسي سيتخذ قرارات باستراتيجية بعيدة المدى أو طويلة المدى بشأن قدرة الناتو على الدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف وإلى آخره. سيد أنتيكوف، هذه الاستراتيجية طويلة المدى وزيادة الانفاق، ألا يعني بأن النزاع بين روسيا وبين الولايات أو حلف الناتو بشكل عام، الولايات المتحدة والغرب، سيأخذ مدى زمني طويل وأشكال مختلفة عن الحرب أيضا في أوكرانيا، يعني أشكال إضافية للحرب في أوكرانيا، ليس كذلك؟ 100%. ما يحصل في أوكرانيا هو ليس الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما يحصل في أوكرانيا هو التصادم بين روسيا وحلف الناتو على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. على ما يبدو الكل يرى ذلك ويدرك ذلك تماما. وبطبيعة الحال العقوبات التي فرضت على روسيا لن ترفع بسهولة ولن ترفع في المستقبل القريب. أي ربما نحن نشاهد تغيرات جذرية في خريطة العالم، وأنا أقصد في الاتصالات بين الدول المختلفة. فنعم، هذا الشيء سيكون لفترة طويلة، هذا الشيء واضح تماما. وخاصة يعني هناك توجه الروسي إلى الدول الشرقية، هناك محاولات لبناء الجسور الجديدة ما بين روسيا والصين، بين روسيا والهند. وبطبيعة الحال في نفس الوقت هناك قطع كثير من العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية. فلذلك نعم، على ما يبدو نحن ننزلق رويدا رويدا إلى الحرب الباردة الجديدة بين روسيا والدول الغربية. كيف تنظر سيد أندريه أنتيكوف إلى مدى خطورة ما يقوله أو يصرح به الأمريكيون عن وجود تعاون مع بريطانيا، ربما أيضا مع ألمانيا، على مساعدة أوكرانيا على تطوير صواريخ بعيدة المدى؟ هذا التهديد أو هذه الإشارات ليست المرة الأولى التي يشار إليها، وهي تعني بأن بتعرض أراضي روسيا، العمق الروسي، لضربات انطلاقا من الأراضي الأوكرانية. كيف تتعامل موسكو مع هذا المعطى أو هذا التهديد الذي وجه إليها في الآونة الأخيرة؟ نحن رأينا أن روسيا قد جربت الأسلحة النووية بعيد المدى أخيرا. فلذلك هناك درع صاروخي روسي، درع نووي، هو لا يزال موجود. فروسيا تستطيع أن تحمي نفسها. في نفس الوقت نعم، هناك مسابقة أو مسابقة السلاح بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. يعني وليس هذه المسابقة بدأت ليس اليوم وليس أمس. أمريكا انسحبت من معاهدة صواريخ مضادة لباليستية في عام 2001،
لدى جورج بوش الابن، ثم انسحبت من معاهدة صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى عندما كان ترامب رئيسا. هناك عدة تساؤلات حول مصير ستار 3. نعم توصلنا إلى تفاهم حول تمديد هذه الاتفاقية، ولكن تمديد لا يكفي. نحن ربما سنكون بحاجة إلى يعني تطوير الاتفاق الجديد. هل ستكون هناك المفاوضات بهذا الخصوص؟ هناك كثير من الشكوك في دور الأزمة في أوكرانيا. أي واضح تماما أن حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تزداد، ولكن هذا شيء منطقي بسبب أن في نهاية المطاف نشاهد تغيرات جذرية في العالم. وواضح تماما في حال نجحت روسيا في أوكرانيا فهذا ستكون ضربة قوية ضد الهيمنة الأمريكية في العالم. واضح بأنه سيد انتيكوف هناك تحولات. نتائج حرب أوكرانيا سوف ترخي بظلالها على تحولات استراتيجية كبيرة في العالم وليس فقط في أوروبا. لكن بكلمة واحدة إذا سمحت لي سيد أنتيكوف، لأنه بدي أعطي الوقت المتبقي للدكتور أنطوان في باريس، إمكانية عقد قمة بين الرئيسين بايدن وبوتين، المسألة بعيدة ومجرد عقدها ممكن أن يخفف؟ وهل هناك في أصلا نوايا لعقد مثل هذه القمة؟ بعيدة جدا. سئل المتحدث باسم الكرملين حول هذا الموضوع وقال بأن من غير المخطط مثل هذا اللقاء. نعم دكتور أنطوان، السيناريو المقبل فيما يتعلق بهذه الحرب بين البحث عن حلول لعدم تحمل الأطراف على الاستنزاف، خاصة الموضوع الاقتصادي والمعيشي في أوروبا، وبين توسيع دائرتها عبر إطلاق تصريحات بإرسال مزيد من شحنات الأسلحة النوعية تصل إلى الأراضي الروسية، وكذلك ضم فنلندا والسويد إلى حلف الأطلسي، وهذا الترحيب الكبير الذي نراه بهذه المسألة. هل ترى الأمور سوف تأخذ بعدا استراتيجيا أوسع جغرافيا وأيضا في أكثر من منطقة، أم أن تعتقد بأن الأمور في نهاية المطاف ستذهب إلى احتواء هذا الوضع؟ يعني ممكن أن تذهب أكثر إلى احتواء. يعني اليوم الكل في أوروبا لا يتمنى أن تنفجر الأمور وخاصة الداخل الأوروبي، ولا أعتقد أن هناك مصلحة كبرى للأوروبيين أن يتركوا الوضع ينفجر، يعني كان عسكريا أو اجتماعيا أو اقتصاديا. فاليوم هم يفتشون عن حلول ويحاولون يعني احتواء هذه الأزمة، وهذه يعني ظهر هذا الشيء بخلال زيارة القادة الأوروبيين إلى كييف، أو ما يحصل داخل الاتحاد الأوروبي كما قلت يعني من بعض الوقت من تصريحات يعني ومناورات ما بين السياسيين الأوروبيين. يعني هم ذاهبون للمحاولة الاحتواء، لكن كما قلت يعني القرار السيادي للاتحاد الأوروبي ليس بيده يعني. لكن أعتقد أن سيكون هناك أكثر احتواء ومفاوضات ومناورات قد تطول جدا من انفجار في الداخل الأوروبي، لكن سيكون في يعني في موازاة هذا الشيء سيكون هناك معاناة اجتماعية ومعيشية لا يعني ليس لها سابقة في أوروبا من منذ الحرب العالمية الثانية، وتأثيرها على الحكومات كذلك على مستقبل الحكومات والأحزاب. دكتور أنطوان، سيكون يعني تأثير داخلي أليس كذلك في الانتخابات المقبلة في أكثر من دولة؟ اليوم يعني بشك من هذه المحاولة لاحتواء معركة كييف هي لكي يحافظوا على مصالحهم، يعني لكي تحافظ الأوليغارشية الأوروبية على مصالحها كانت السياسية أو الاقتصادية وليس فقط محبة بالشعوب الأوروبية. شكرا جزيلا دكتور أنطوان شاربونتيه، الباحث في الشؤون الفرنسية والإقليمية من باريس. شكرا جزيلا أندري أنتيكوف، الباحث في شؤون الشرق الأوسط من موسكو، وأستاذ ناصر جبارة، الصحفي المتخصص في الشؤون الأوروبية من برلين. مشاهدينا المسائية انتهت، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.